كيف سيكون العالم في المستقبل؟ وما الذي سيحدث بالضبط عام 2022؟ هل من الممكن أن نعود بالزمن إلى الوراء ونعيش مع أشهر شخصيات التاريخ؟ في هذه الحلقة سنتعرف على أشخاص لديهم إجابات لهذه الأسئلة. لمعرفة كل التفاصيل تابع الفيديو إلى النهاية، وكالعادة وقبل أن نبدأ انزل للأسفل، اضغط على زر لايك، كبر الشاشة، ولننطلق سويا. مسافر من عام 2169. منذ وقت ليس ببعيد في الولايات المتحدة الأمريكية، كتب الصحفيون مقالات عن مسافر عبر الزمن يقول أنه عاش لمدة 3 أشهر عام 2169. قال جاك رودسون البالغ من العمر 64 سنة أنه كان مشاركا في السابق في تجربة للتحقق من إمكانية السفر عبر الزمن، ولإثبات قصته قام جاك بعرض صور على هاتفه الذكي، وهي الصور التي قال أنها ملتقطة في مدينة لاس فيغاس المستقبلية. في تلك الصور تظهر العديد من المباني الشاهقة والسيارات الطائرة والغيوم الكثيفة التي تغطي السماء بسبب الاحتباس الحراري. قال جاك أن المخلوقات الفضائية ستصل إلى كوكب الأرض في ذلك الوقت وتتعايش بسلمية مع البشر، حيث سيستوطن الفضائيون كلا من أمريكا وآسيا، كما أن البشرية بحلول ذلك الوقت ستكون قد شهدت الحرب العالمية الثالثة والتي ستشارك فيها كل دول العالم. كما تحدث جاك عن مشاركته في مهمة سرية والتي تمثلت في تصليح حاسوب خارق تم الانتهاء من تصنيعه عام 2022، حيث أصيب ذلك الحاسوب بخلل تقني ولم يكن العلماء قادرين على إصلاحه، ولذلك سافر جاك إلى عام 2018 لاستعادة النموذج الأولي منه، ولكن أثناء تلك المهمة وصل بالخطأ إلى عام 2169. ولكن لا بأس، سنرى في المستقبل ما إذا كان ما يقوله جاك صحيحا أم لا. سيرجي بونومارينكو. رجل ظهر عام 2006 في مدينة كييف الأوكرانية وهو يرتدي ملابس قديمة ويحمل كاميرا تصوير من طراز قديم أيضا. كان الرجل يتجول في شوارع المدينة ويسأل الناس عن مكان تواجده وعن السنة التي يعيشون فيها. قبضت عليه الشرطة وتم نقله إلى المخفر، وبعد تفتيشه تبين أن الرجل يحمل بطاقة هوية تؤكد أنه مولود عام 1932. كان ذلك غريبا جدا لأن سيرجي كان في ريعان شبابه، وتم إرسال سيرجي إلى عيادة مختصة في الأمراض العقلية، حيث أكد الطبيب النفسي أنه سليم تماما ولا يعاني من أي اختلال. الغريب في الأمر هو أن سيرجي أكد بأنه غادر المنزل عام 1978 ولم يستطع العودة إليه، والأغرب من ذلك هو وجود تسجيل صوتي من إذاعة كييف عام 1960. وفي ذلك العام تمت استضافة سيرجي بونومارينكو للتحدث عن المستقبل، وقال فيه بأن حياة الإنسان ستصبح أسهل بعد حوالي 40 عاما أو 50 عام بفضل اختراعات العلماء، وأن ما نراه خيالا علميا اليوم سيصبح حقيقة، كما أن التقارير الصحفية تشير إلى أن صديقة سيرجي تلقت منه رسالة في فترة الستينات، وهي الرسالة التي كانت مرفقة بصورة يظهر فيها سيرجي وهو يقف على ضفة النهر وخلفه مدينة كييف، وقد ظهرت في الصورة العديد من الأبراج العالية التي لم تكن مشيدة في ذلك الوقت، وعلى ظهر الصورة كتب سيرجي عبارة تقول: أنا بخير وسأحاول العودة في أقرب وقت. يشكك الكثير من الناس في صحة هذه القصة، ولكن الأدلة التي تدعم ما قاله سيرجي كثيرة جدا، ولذلك إنه حقا لغز محير. سائح من عام 5000. في مطلع عام 2021 تداولت العديد من وسائل الإعلام قصة سفر شخص ما إلى عام 5000، وهو أمريكي يدعى إدوارد. قال إدوارد أنه شارك عام 2004 في تجربة سرية مرتبطة بأحد المخابر التي عمل فيها في مدينة لوس أنجلوس. كان إدوارد مهتما بالأمور التقنية، ولكن الباحثين طلبوا منه المشاركة في تجربة للسفر عبر الزمن،
أكد المتحدث أن التجربة نجحت ليجد نفسه في مدينة لوس أنجلوس التي ستصبح مغمورة بالمياه في ذلك الوقت، وهذا بالذات بسبب ذوبان الجبال الجليدية، فسيرتفع منسوب المياه في المحيطات لتغطي معظم دول العالم. كما أظهر إدوارد للصحفيين مجموعة صور لمدينة لوس أنجلوس الغارقة، وأكد أن البشر في ذلك الوقت سيتوصلون إلى تقنيات تسمح لهم بالعيش والتواصل تحت الماء. لابد أن كثيرا منكم فكروا من قبل في أن السفر عبر الزمن سيكون رائعا، خاصة بالنسبة لأولئك المهتمين بالتنبؤ بنتائج مراهنات كرة القدم، أو المهتمين بارتفاع قيمة الأسهم أو الأوراق المالية، وأحدهم نجح بذلك بالفعل. وإذا واصلتم مشاهدة الحلقة فسوف تتعرفون على المزيد من القصص المذهلة حول السفر عبر الزمن. مستثمر من المستقبل. عام 2003 انتشرت قصة غريبة للمستثمر أندرو كارلسون الذي حقق نجاحا غير عادي، ونجح في تكوين ثروة تقدر ب 350 مليون دولار بعد أسبوعين فقط من الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر. ذلك ما جذب انتباه الشرطة التي ألقت القبض على المستثمر الثري، وعند اقتياده للاستجواب اعترف أندرو بأنه قادم من عام 2256. قال كارلسون أثناء الاستجواب أنه كان يعرف مسبقا الاستثمارات الناجحة من الفاشلة، ولم يستطع مقاومة الإغراء، ولذلك استثمر أمواله كلها في 126 مشروعا. وحسب التقارير الإعلامية فإن الشرطة وبمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يتمكنا من العثور على أي بيانات تخص أندرو قبل ديسمبر من عام 2002. لم يكن أندرو موجودا قبل ذلك التاريخ، وبعد التحقيق أمضى الرجل شهرا كاملا في السجن. ويوم 29 من مارس عام 2003 دفع شخص مجهول كفالته والتي تقدر بمليون دولار لإخراجه من السجن. بعد أن تم إطلاق سراحه كان من المفترض أن يلتقي أندرو مع محاميه، ولكنه اختفى ولم يظهر منذ ذلك الحين. لغز الفاتيكان. عاش بيليغرينو إرنيتي حياته كلها كراهب في أحدى الكنائس على جزيرة سان جورجيو، وفي وقت فراغه كان مهتما بصناعة آلة قال أنها ستساعد البشر على السفر إلى الماضي. قال الراهب أنه قام بصنع تلك الآلة بهدف زيارة أوبرا تدعى تريستي التي أحدثت ضجة كبيرة في روما عام 169 قبل الميلاد. هناك العديد من الشهادات التي أكد أصحابها أن الآلة كانت تعمل بالفعل، ومن بينهم الكاتب فرانسوا برون الذي ألف كتابا بعنوان آلة السفر عبر الزمن لغز الفاتيكان الجديد، حيث تحدث الكاتب عن نجاح الآلة وعن كونه قد استعملها للاستماع لبعض خطابات نابليون ورؤية العديد من الشخصيات التاريخية المهمة. وفي عام 1972 نشرت صحيفة إيطالية مقالا مثيرا بعنوان الآلة التي قامت بتصوير الماضي، فقد تحدث المقال عن آلة تم صنعها من طرف الراهب إرنيتي للسفر عبر الزمن. وأكد المقال بأن الآلة كانت تعمل بالفعل وساعدت الراهب على رؤية القس فيزر الذي ارتكب العديد من الجرائم في حق الرومان. كما ساعدت تلك الآلة أيضا حسب ما جاء في المقال في التعرف أكثر على العديد من الأحداث التي تخص تاريخ الكنيسة والديانة المسيحية. الموضة في غير وقتها. عام 1917 ظهرت صورة فوتوغرافية في أحد المجلات، وهي الصورة التي أثارت الكثير من الجدل. كانت الصورة ملتقطة قبل ذلك الوقت بحوالي 100 عام بالقرب من خليج سان جوزيف، وتم نشرها أيضا في كتاب من تأليف وستلاريا بيترسون وهي مختصة في مجال التاريخ، ونشرت كتابها عام 1974. في الصورة يظهر عدد من الأشخاص الجالسين على أحد التلال ويرتدون ملابس تعود لتلك الحقبة، ولكن بينهم كان هناك شاب بدون لحية ويرتدي ملابس أشبه بالملابس التي يرتديها شباب اليوم. في الجهة المقابلة كانت هناك امرأة تشير إليه بيديها، وحسب تعليقات مستخدمي الإنترنت اليوم فإن ما يرتديه ذلك الشاب يدل على أنه مسافر عبر الزمن. والأغرب من ذلك
هو تسريحة شعره العصرية التي لم تكن رائجة في ذلك الوقت. غزو المخلوقات الفضائية. عام 2017 اعتقلت شرطة مدينة كاسبر الأمريكية رجلاً مخموراً كان يتجول في الشارع ويحذر المواطنين من غزو المخلوقات الفضائية. يدعى ذلك الشاب برايان جونسون، وقد قال بأنه قادم من عام 2048. أكد جونسون بأن الأرض ستتعرض لهجوم المخلوقات الفضائية عام 2018، وأن الجميع يجب أن يستعد لذلك. كما قال جونسون أنه وصل إلى عام 2017 فقط لأن المخلوقات الفضائية كانت في حالة ثمالة أثناء إرساله للسفر عبر الزمن، فقد كان من المفترض أن يذهب إلى عام 2018 بدلاً من عام 2017. لم يصدق رجال الشرطة أي كلمة من كلام جونسون، وتم التعامل معه مثل ما يتم التعامل مع أي شخص ثمل، حيث تم نقل جونسون إلى قسم الشرطة إلى غاية استعادته لرشده، وتم إطلاق سراحه بعد ذلك. وهذا أعزائي كل ما لدينا اليوم. ماذا عنكم أنتم؟ إذا كان السفر عبر الزمن ممكناً، فهل تفضلون السفر إلى الماضي أم إلى المستقبل؟ شاركونا برأيكم في التعليقات. ولهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. إذا أعجبتكم اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.